بويمبلي بين الألمان والإسبان، بين الريال ودورتموند، بين الجراد الأصفر وملوك البطولة. ريال هو الأفضل طبعا والأقوى والأحسن على الورق وهو المرشح للفوز، لكن المستحيل ليس ألمانيا كما نعرف. صراع ملوك الريال وأسود دورتموند يبدأ بعد لحظات بقيادة المدرب الحكم السلوفيني سلافكوفين نيتشيتش الذي يدير هذا اللقاء. دورتموند على يسار الشاشة بلباسهم الأصفر بستين ألف مناصر حضروا إلى لندن وليس إلى ويمبلي، لأنه 30 منهم دخلوا ملعب ويمبلي، عندهم التذاكر والبقية باقي. خط الأمامي بقيادة كارلو أن فيديريكو فالفيردي رفقة توني كروس، هي جرت في ملعب ويمبلي القديم نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة. كارفاخال حاول مورجينيور، استلم كرة جونيور من أمام فيرنو مندي، شفته في الثنائي فينيسيوس وبيلينغهام، لم يبرير سان رودريجو يرجع في الوسط، فيديريكو فالفيردي مع كارفاخال عظيم فينجا فينيسيوس جونيور بيلينغهام ضيعها ديامي وجه لوجه ضيعها، فرصة لبروسيا دورتموند هائلة من هوملس وهائلة كذلك من جيبو كورتوا. كارفاخال العرضية كارفاخال والدفاع يخرج الكرة هذه ويخرج جيدين سانشو من هنا سريع الإنجليزي، سانشو مازال عنده كرة الآن يحاول يمر ويستفيد من تماس من هنا بعد ترعى من هنا ماتيسين وزير العرضية خطيرة غول خطيرة غول بابا غول أولا لا هذا يا جن هذا طوفان لكارفاخال على الجهة اليمنى استلمها من عبالي ريرسون التوزيع والدفاع صعب الكرة التوزيع أول رن دراسي جينيور مازال عنده الكرة الآن ريرسون فورا في صراع فول كروغ والكرة راح يحرس مرمى نادي بوغا فول كذا تمر هذه الكرة بعيدا الأمام هوملس بالراس لم يتفوز بروسيا الكرة في الخليفة الموعد أصيب مش عارف إذا لم هذا فيديريكو فالفيردي الحكم يقول ليس هناك خطأ لعب فيديريكو حكم المباراة سلافكو فيردي فالفيردي والكرة بعيدة عالية تماما هذه الكرة من فيديريكو هدفان في الدوري وهدف في دوري الأبطال لهذا الموسم بالنسبة لليريجو على استلم الكرة جونيور 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 تبران 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 لا لا رائعة كرة أولى لفولكروغ فولكروغ ويوليان برانت قاد يفعلها ويسجل الجول الأول في وضعية تسلل نعم نعم في وضعية تسلل من البرو على جاي جونيور ريرسون يتفوق ريرسون كارفاخال ريرسون العرضية عرضية جونيور ريرسون الحكم يصفر له خطأ لصالح فينيسيو جونيور من أمام هوملس سابيتر سابيتر من الأخطبوط يخرج تيبو كورتوا كرة سابيتر أرضية زاحفة رائعة بوم ولولو يوليان برانت يوليان برانت الرأسية والدفاع خلال سانشو أرضية خطيرة الجول هو الجول هوملس رائع 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 هوملس روعة وقوة وبراعة وخبرة وتجربة وأناقة قوي جدا هذا الشوط جونيور التوزيع جماهير بروسيا دورتموند اللي مو جونيور جونيور عرضية يا غريب العرضية بابا بابا ضاعت أدامي 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 وفول كروغ بالراس هذه مشتاح كرة راس يفضل كروغ برانت لكريم كريم لا دفع عن هاي الكرة الراسي بالفوز على الريال في نهائي دوري الأبطال أدامي هنا خطأ ضد فيديريكو فالفيردي أمام ريرسون ريرسون العرضي ذلك في الوصف ريرسون من هنا على جاليوس ماذا فعلت ماذا فعلت ماذا فعلت خطأ وبطاقة صفراء يخرجها الحكم لفينيسيو جونيور يقول الحكم بأنه أخطأ فينيسيو جونيور في هذه الكرة من أمام الحارس يرجع لأديمي التسديدة من أمام فيرنو مندي العرضية وربسن ماتسن يوليان برانت التغطية دفاعية رائعة ولولو كريم أديمي تغطية من فالفيردي في المدرجات يرجع لكارفاخال كارفاخال كامافينجا 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 بينية ورجعته مرة ثانية من أمام جود بيلينغهام توني كروس رصعد الريال الآن يبقى ساقط من هنا كارفاخال راسية خطيرة كارفاخال على جهة اليمنى رودريجو رودريجو أو ماتسن توزيع بيلينغهام وفينيسيوس
قيمتك. اوه دخل جونيور، جونيور العرضيه، العرضيه خطيره، دودو فول كروج وكورتوا كيمي اديمي العرضيه، ماتسين العرضيه والركليه مانس موجود، الركليه دون فضل الراس برونت جاز ليريرسون فيردي وشلوتير بيك جونيور ومالس بروعه وخطا، ومالس بروعه وخطا يصفروا حكم المباراه سلاف يصبرون توني كارفاخال بالراس، كارفاخال كره مرت عاليه فوق مرمى غريغور كوبيل، دخله قويه من أين يسكن إبليس، كرة توني كروس خطيرة، غولو يا بيليغام، هل سيندم على تضييع كذا فرصة، هل سيندم بيليغام على الكروس بيليغام كامافينغا، رائعة من كامافينغا كاد يفعلها كوبل رائع، أول جول أول جول أول جول أول جول أول جول جونيور، فينيسيوس جونيور ارقص يا ولد ارقص، جول هدف مرفوع الركني، رودريغو 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 رودريغو، الكرة بعيدة هيدا خطيرة، كان قريبا بيليغام، كان قريبا الريال يلعب من تمريرة عمل يجود بيليغام خطيرة، ماركو الرئيس راح يدخل خرجوا برانس دورتموند الركني يلحق عليه ريرسون فينيسو دودو، نعم تمر من امام ريرسون ولكن في احلك الظروف، اوه لا جول كارفاخال كارفاخال كارفاخال، جول يفعلها الريال وجول بسبع ارواح اشبال الساحل يفعلونها ويسجلون الجول الاول، يفعلها الريال بسبع ارواح بل بسبعين بخرفخال بثلاثة بستة وعشرين لقب 33 سنة لعب الريال يسجل، هكذا هو الكرة، هكذا هو الريال، هكذا هم العمالقة، نعم النهائيات يفوزون بها، يتركون المنافس يلعب ويفوزون بها، كارفاخال بروعة، الركنية من توني كروس وكارفاخال يسافر، صارت النتيجة للريال، الملكي لا يلعب النهائيات بل يفوز بها، بطل هذا الزمان، ملك الإسبان، زعيم أوروبا الريال يفعلها ويسجل الهدف الثاني، مالن يا مالن يا مالن ماذا فعلت بنا؟ ماذا فعلت بنا يا مالن؟ ريال مدريد يسجل الثاني، مدريد يسجل.